اليوم أيها الأحبة أحببت أن أعيش معكم مع آية وحديث نبوي انتقده الملحدون طويلا، حيث قالوا: ما هو تأثير الرضاعة على الإنسان حتى يأتي القرآن بأحكام جديدة غير موجودة في السابق ولا تتطابق مع العلم الحديث ليحرم الإسلام زواج الإخوة من الرضاعة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ادعى الملحدون أنه أخطأ علميا عندما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أم أرضعت طفل غير طفلها يصبح حكمه الشرعي مثل ابنها، وأبناؤها يصبحون إخوة لهذا الولد الغريب الذي أرضعته هذه الأم. وبالتالي أيها الأحبة، انتقادات كثيرة طبعا لهذا الحكم الشرعي. سبحان الله، تذكرت أحدا من هؤلاء الملحدين تحداني ذات يوم أن نثبت صدق ما جاء في هذا القرآن العظيم، ولكن العلم الحقيقة ظل يجهل حقائق وأسرار حليب الأم، لبن الأم، لسنوات طويلة، حتى جاء عام 2007 عندما اكتشف العلماء وجود خلايا جذعية أو خلايا جنينية أو ما يسمى ستيم سيلز، خلايا جذعية موجودة في حليب الأم. ولكن أيضا لم يتعرف العلماء على أسرار هذه الخلايا، ما هو تأثيرها على هذا الرضيع الغريب، ما الذي يفعله حليب الأم بهذا الطفل الذي رضع من هذه الأم وهو غير ابنها، هو غريب، ما هي العلاقة التي تصبح بينه وبينها، وما علاقة ذلك بأبنائها أي إخوته من الرضاعة؟ الحقيقة التفسير أيها الأحبة جاء على لسان الدكتورة فوتيني كاكولاس، وهي باحثة مهتمة جدا بمعرفة سر هذه الخلايا الجذعية أو الجنينية. تقول هذه الدكتورة في بحث، طبعا هي من جامعة غرب أستراليا، والبحث الغريب الذي قامت به كان عام 2015، اكتشفت أن حليب الأم ليس مجرد غذاء، إنما هو أكثر من ذلك وأبعد من ذلك بكثير. فهذه الخلايا الجنينية التي يحملها حليب الأم والتي تنتقل إلى هذا الطفل، في كل خلية من هذه الخلايا الجنينية، وهي بالمليارات مليارات تتدفق مع حليب الأم، كل خلية تحوي الشفرة الوراثية للأم، الخصائص الوراثية للأم موجودة في خلايا جسدها، تنتقل إلى الرضيع عبر اللبن أو الحليب من خلال هذه الخلايا الجنينية. هذا أولا. فعندما يرضع هذا الطفل تنتقل هذه الخلايا عبر الدورة الدموية وتساهم في نمو وتشكل الكبد، البنكرياس، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، العظام إلى آخره، وتصبح خلايا فعالة في تكوين يعني مورثات أو الشفرة الوراثية لهذا الطفل. وبالتالي الأم أو المرأة التي ترضع هذا الطفل لا ترضعه مجرد غذاء، إنما تدخل عبر هذا اللبن تنتقل شفرتها الوراثية كاملة إلى هذا الطفل الصغير الذي ينمي هذه الخلايا إلى أعضاء جسده ويصبح وكأنه ابنا لهذه الأم. نحن نتكلم علميا أيها الأحبة. تقول هذه الدكتورة إن الخلايا الجنينية لا تذهب بل تبقى مع الطفل مدى الحياة، ليتشكل لدينا نظام مناعة له علاقة بنظام مناعة الأم. الأمراض التي يصاب بها هذا الطفل أيضا ستتأثر تبعا لهذا الحليب الذي انتقل لجوف هذا الطفل وفيه مليارات الخلايا الجذعية. هذه الدكتورة وجدت أن حليب الأم يحوي جسيمات صغيرة جدا اسمها ميكرو آر إن إي، جسيمات صغيرة جدا، ونعرف أن الدي إن إي والآر إن إي هما يعني اللذان فيهما الشفرة الوراثية التي يحملها الإنسان. هذه الجسيمات الصغيرة جدا الميكرو آر إن إي
موجودة بكميات كبيرة في حليب الأم، ولها خصائص فريدة تختلف من امرأة لأخرى، سبحان الله. وبالتالي هذه الجسيمات الصغيرة عندما تنتقل لجسد الطفل لها قدرة على التحكم في آلاف الجينات التي يحملها هذا الطفل، ليست مجرد مادة غذائية تناولها وانتهى الأمر، لا، هناك تغيرات وراثية من خلال هذه الجسيمات التي تنتقل بل وتتحكم وتغير في تركيب الشفرة الوراثية لهذا الطفل. هناك بحث أيها الأحبة نشر مؤخرا في مجلة نيتشر، طبعا بالنسبة لهم أو لمن يدعي الإلحاد، مجلة نيتشر كأنك تقول له كما نقول نحن المسلمون رواه البخاري، وثق جدا، لذلك لن يستطيع أحد أن ينكر هذا الكلام الذي سنقوله الآن. يقولون بالحرف الواحد إن الطفل الذي يرضع من امرأة أخرى لا يتغذى فقط على حليبها، بل إنه يكتسب كل الصفات الوراثية للمرأة المرضعة. هذه معلومات أيها الأحبة حديثة جدا، لا يمكن لبشر أن يتنبأ بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الزمن الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الأحبة هذه المجلة تطرح تساؤلا أيضا، ما هي النتائج الأخلاقية لإرضاع هذه المرأة لطفل غريب عنها؟ هناك نتائج يجب أن تترتب نتائج أخلاقية على ذلك، يعني ليس مجرد تغذية أو عملية إرضاع، بل هناك نتائج أخلاقية ونتائج وراثية، يعني ينادي العلماء بضرورة أن يجب أخذ احتياطات، لأن هذا الطفل الذي رضع كمية من حليب الأم الغريبة أو المرأة الغريبة عنه حدثت تغيرات تتناسب مع التغيرات أو مع الشفرة الوراثية التي تتميز بها الأم، لأننا نعلم أيها الأحبة أن الطب يحذر من زواج الإخوة بالنسب، ويتساءلون اليوم أنه ينبغي أن تراعى نواحي أخلاقية مثل الزواج في حال عملية إرضاع شخص من امرأة، ومراعاة أن هذا الطفل أصبح كأنه ابنا لها، وأصبح هذا الطفل كأنه أخا لأبنائها وبناتها، سبحان الله. ويقولون ما هو الحل؟ الحل الذي يبحثون عنه في الغرب قرآننا أوجده قبل 1400 سنة، عندما قال تبارك وتعالى عن الأصناف التي يحرم على الإنسان الزواج بها، قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. إذن المرأة التي أرضعتك أصبح لديك نظام مناعي شبيه بنظامها، وبالتالي هناك مخاطر إذا تزوجت بها أو بإحدى بناتها، لذلك من الناحية الطبية الأفضل ألا يتزوج، أن يبتعد ويتزوج من امرأة لم يرضع منها أو ليست أختا له بالرضاعة أو أما له بالرضاعة، هذا طبيا أيها الأحبة. وإذا سألنا علماء الطب اليوم أيهما أفضل، سيقولوا لك من الأفضل أن يبتعد عن زواج الإخوة من الرضاعة. طبيا نتحدث، النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هو يفسر هذه الآية التي قال الله فيها وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. بالله عليكم، يعني أنا أود أن أتساءل في هذه اللحظة، إذا كان الإسلام أحبتي في الله حريص علينا، حريص على صحتنا، لماذا ترفضون هذا الدين؟ يعني ما يمكن أن نسميه تطابق كامل مع الحقيقة العلمية، ليست الأشياء التي يتبع فيها الإنسان الهوى، بل هو يتطابق مع العلم إذا فكرنا بعقل وبمنطق. فلماذا ترفضون هذا الدين الحنيف؟ لماذا تحاربون هذه التعاليم؟ كل ما جاء في القرآن أيها الأحبة، كل ما جاء والله إنه لمصلحتك أيها الإنسان، سعادة في الدنيا والآخرة واطمئنان وصحة جسدية أيضا، يريد الله أن يبعد عنك هذه الأمراض. لذلك أيها الأحبة، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن ينفعنا بهذه المعلومات، وأن يجعلها وسيلة لأولئك المشككين يرون من خلالها عظمة هذا الدين وعظمة هذا القرآن العظيم،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.